يوم الثلاثاء 18 كانون الأول ديسمبر. اليوم القمر مرافقنا من برج الحمل حتى الساعة 12 إلا ثلث الظهر توقيت بيروت، وبينتقل من بعدها لبرج الثور. فرح نحكي بشكل عام على أساس أنه القمر موجود ببرج الثور. كيف رح بتكون كل الأبراج؟ منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك مولود برج الحمل، كل هيدا النهار بعتبره ممتاز، بعتبره جيد جدا. الانطلاقة عندك مهمة، فيك تكون موجود بمواقف مهمة جدا، ما في لزوم انك تنسحب، ما في لزوم انك تنقز او يكون عندك قلق او هواجس. الحظوظ معك اليوم ويبدو وكأنه في اشارة ايجابية اتجاهك. الاكثر حظا بعد مواليد 29 ل 31 اذار مارس. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لمولود برج الثور، القمر بيوصل لبرجك بتمام الساعة 12 إلا ثلث الظهر بتوقيت بيروت. عندئذ وفقط عندئذ مولود برج الثور بيستعيد حماسته وتفاؤله وحبه للحياة وللنشاط. طبعا اليوم مولود برج الثور بيوصل لمنتصف النهار وحاسس حاله انه مأخر او عليه عتب او نوع من شعور بالذنب بسبب تأخير ما، لكن بقول لك انه ابتداء منتصف النهار اليوم توقيت بيروت مولود برج الثور بتنطلق بسرعة حتى بتقدر تعوض عن كثير من التأخير اللي صار معك باليومين الماضيين. الأكثر حظا رح بتكون بالتأكيد مواليد شهر نيسان ابريل. كمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء، اليوم نهار بعتبره مقسوم إلى قسمين، لكن الفترة القصيرة يلي بعتبرها الأفضل هي من هلا الساعة 12 إلى ثلث الظهر توقيت بيروت. من بعدها ومع وصول القمر لبرج الثور بيدخل مولود برج الجوزاء بفترة شوي صعبة، فيها تحديات، الظروف يمكن تكون تحسها أو الظرف اللي بتواجهه بتحسه أقوى منك، فبدك تكون حذر وتتجنب المشاكل والمواجهات أو المواقف المحرجة ابتداء من 12 إلى 3 الظهر توقيت بيروت. الأكثر تعبا رح بتكون بالتأكيد اليوم هي مواليد شهر أيار مايو. كمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان، الجو عندك اليوم بعتبره مناسب ومشجع لك، في حوافز كتير، كأنه في مساعدات بتوصل لك، يمكن في كلمات حلوة بتشجعك، لكن هالأمر يظهر بالنسبة لك ابتداء من الساعة 12 إلى 3 الظهر بتوقيت بيروت مع وصول القمر لبرج الثور مش قبل. من هلأ 12 إلى 3 توقيت بيروت حاول أنك تمشي الأمور حسب الأصول وبدقة كبيرة. الأوفر حظا رح بتكون مواليد 2 3 و4 تموز يوليو. كمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد، من هلأ ل 12 إلى 3 الظهر توقيت بيروت هي الفترة الأكثر حظا والأقوى حظا بالنسبة لك، وهي الفترة يلي تتمتع بها بخمس نجوم من ناحية نوعية الوقت. من بعد الساعة 12 إلى 3 مولود برج الأسد بعده الجو جيد، لكن بدك تحس وكأنك عم تمرق بامتحان. الكل عارف انك شاطر لكن بدهم يمتحنوك، فمطلوب منك انك تضلك قوي وواثق من نفسك. الاكثر حظا 31 تموز يوليو، 1 و2 اب اغسطس. كمل مع برج العذراء. مولود برج العذراء اليوم نهار بيحمل لك ارتياح، انفراج، وعلى الاقل بتحس حالك انه منك مكمود او منك ما عندك هالقلق يلي كان عم بيراودك في الايام الاسبوع الاخير هالايام الاخيره، لكن هذا الارتياح تبدا تحس فيه ابتداء من 12 الى 3 بعد الظهر بتوقيت بيروت. الاكثر حظا بالتاكيد رح بتكون مواليد شهر اب اغسطس، وبضيف عليها 1 2 13 و14 ايلول سبتمبر. بكمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان، لما القمر بيكون كل مرة القمر بيكون ببرج الحمل بتحس انه في شيء منه ميسر كتير، بارح اول امبارح واليوم حتى الساعة 12 الا 3 الظهر بتوقيت بيروت. ابتداء من هذيك اللحظة 12 الا 3 بتوقيت بيروت صباحا بيزيح القمر من هالموقف المواجه لك المعاكس لبرجك، وبينتقل لبرج الثور يلي كمان بيحكمه نفس الكوكب اللي بيحكم برجك يلي هو برج يلي هو فينوس. وبالتالي
في بعض الارتياح، في تقدم وفي سيسرة للأمور ابتداء من منتصف النهار. يلي بعتبرها أنشط من غيرها 1، 2 و 3 أكتوبر. كمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب، إذا أنت بتابعني بتعرف أنه برج الثور هو البرج اللي بواجهك بالدائرة الفلكية، والقمر بيوصل لبرج الثور بتمام الساعة 12 إلا 3 الظهر توقيت بيروت. هذا معناته أنه في احتمال أنه يكون النصف الثاني من هذا النهار أو ابتداء من منتصف النهار اليوم يكون في عندك ظروف شوي ثقيلة أتقل من غيرها. يمكن يكون لقاء، يمكن يكون سؤال صعب تحسه، أو يمكن نوع من مفاوضات معينة بتحسها أنه شوي صعبة أو شوي تقيلة عليك. المهم تحافظ على هدوءك وعلى موضوعيتك، لأنه كوكب الزهرة موجود ببرشك هنالك حظوظ كتير حلوة كتير مميزة إذا كنت من مواليد 2 ل 4 نوفمبر. كمل مع برج القوس. مولود برج القوس، الجو عندك ينتقل من 5 نجوم ل 4 نجوم، لأنه مش كل الأيام بتضلها بخمس نجوم، لكن الجو بعده جيد، بعده الحظ معك. الانطلاقة اليوم على بكير رح بتكون كتير حلوة، مثل ما بيقولوا يلي ببكر اليوم بلحق حظه، لأنه الحظ باقي للساعة 12 إلى 3 الظهر توقيت بيروت. بعدين في شغل، ما معناتها الحظ بعد عنك، لكن بدك تسعى أكثر لحتى يمشي أمرك. الأجواء جيدة، بدها انتباه وبدها متابعة. الأكثر حظا 30 نوفمبر، 1 2 و 3 ديسمبر. كمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي فترة صعبة مرقتها الأحد والتنين، واليوم أيضا الجو متعب تقيل صعب وباقي صعب حتى الساعة 12 إلى 3 الظهر بتوقيت بيروت. ابتداء من هيديك اللحظة الجو يتغير شوي، بتطل شمسك، تشرق شمسك، وبتصير الأمور أفضل وأريح بالنسبة لك، بيصير في نوع من ارتياح ونوع من دعم لك، ونوعا ما الأمور بتتيسر. فابتداء فقط من الساعة 12 إلى 3 الظروف بتصير أفضل وبتناسبك. يلي رح بيحس حاله شوي أفضل من غيره هو مولود ديسمبر. كمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو هيدا نهار مناسب لحتى بهيدا نهار تكون تركيزك على شغلك القدام، قدامك، قدام عيونك، على المكتب أو دفورات اللي عندك إياها على الأجندة لليوم. لازم تهتم بهالأمور، لازم تركز، لازم تهدى، لازم تشوف الأمور القريبة منك. هلأ مش وقت نطلع لبعيد، هلأ وقت أنه نركز على أمورنا القريبة منا يلي يمكن أهملناها مؤخرا. الجو احتمال يكون في بعض المسائل الشخصية يلي بتظهر ابتداء من منتصف النهار. بتضل هنالك حظوظ حلوة عند مواليد 30 و31 كانون الثاني يناير. كمل مع برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت انهار بعتبره مهم لإلك. ليش مهم؟ مهم لأنه مع وصول القمر لبرج الثور على الساعة 12 إلا 3 الظهر توقيت بيروت، بحس حاله اليوم مولود برج الثور أنه هو شخص قوي، شخص مولود برج الحوت بحس حاله أنه قوي، عنده أفكار حلوة كتير، سبيسيال أوريجينال، لكن بدها نتفت جرأة لحتى يطرحها. حتى بالأجوبة ولادكم يمكن يتفلسفوا شوي، يطلعوا برات الموضوع، بس لأنهم عنده أفكار جديدة. فضروري تعرفوا على شو عم تجاوبوا، ضروري تعرفوا على شو عن شو عم تحكوا، شو عم تفاوضوا، ضلكم جوات الموضوع. على الأقل في عندكم سرعة خاطر وعندكم سرعة تصرف. الأكثر حظا 27-28 شباط فبراير، 1-2 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم على الأرجح هيدي السنة في عندكم مبادرة حلوة تجاهكم العلاقة بالشغل، بالشغل بمعنى أنه احتمال يكون في تطور للأفضل للأفضل للأفضل. فرصة مهمة جدا معقولة توصلكم إذا أنتم عمركم بيسمح لكم. أيضا هنالك تحسن في الـ 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 الوضع الصحي. أيضا كانون الثاني يناير، نيسان، أبريل، أب أغسطس إني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي. ثانك يو كارمن، وانتظروا منا حلقه انا وكارمن طبعا قريبا ب 31 الشهر لنخبركم بالتفاصيل عن
الأبراج لسنة 2019، وطبعا يوم 31 كيف رح تختموا سنتكم لكل برج برجو. برأيكم نرجع خليكم معنا، ما تنسوا سؤال على صفحة الفيسبوك عم تقضوا وقت مع العيلة وخاصة مع أولادكم حتى ما يعبوا فراغهم بأمور سيئة، جاوبوني وخبروني خبرتكم. برأيكم نرجع على الموضة مع هادية.